زول من انا فالبشر يا زول من انا فالبشر يا زول من انا فالبشر يا زول من انا فالبشر من طبقه ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من انا فالبشر يا زول من انا فالبشر عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس الفلس يا زول من انا فالبشر يا زول من انا فالبشر من طبق ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من انا فالبشر يا زول من انا فالبشر عفاست انت المقدرة عفاست انت المقدرة عاني ظروفك واكهرة عاني ظروفك واكهرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرأة يا زول من انا فالبشر يا زول من انا فالبشر ما رجعنا الطبق دول ولا جو ده من وين ده؟ وين الفنيين؟ يا استاذ دبلو يا استاذ ده عباس عباس منو يا اخي؟ ده عباس ال 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 بتاع الشخصية الممثل الدوبلير لا حول ولا قوة نعم ازيك يا استاذ اهلا وسهلا يا اخي كيف احوالك؟ الله يبارك ان شاء الله تمام الله يحفظك الله يبارك فيك يا استاذ كيف يا استاذ؟ لكن يا اخوانا يا وين الدوبلير بتاعي؟ الحقيقة انا يعني الزول ده يعني الزول ده اسمه الاستاذ التليب نعم التليب زي الملامح بتاعته بعيده من يعني انا كلك نظر انه بعيده الحاجه دي اسمع يا سيد بشبهك خلاص خليه يا استاذ اسمع يا سيد نعم دار تنزل لنا بشبه ما بشبه تفضل اطلع برا نجيب واحد غيرك الخالق الناظر من الزول ده انا الخالق الناظر من الزول ده الناحية بتاعت اللوكيشن اسمع يا اسمك منو انت؟ انا اسمي عباس يا عباس نعم انت عارف الاستاذ التليب العملاق ده؟ نعم. الناس بيدفعوا قروش عشان يتصوروا معاه انت دي فرصة لا تعوض كونك تشتغل دوبلير انا فاهم ذلك هاي هتشتغل انت الدوبلير بتاع الاستاذ جدا انا ما عندي مانع وتنازل عن هذا المعرفة تتابعوا من وين؟ يا مروة نعم يا اخي اسمع انت اسمك عكرمة بن زيزن في المسلسل ده عكرمة بن زيزن الزمخشري لا لا المحشري الزمخشري عكرمة بن زيزن الزمخشري عكرمة بن زيزن عرفته حتخش تكون تمشي في المسلسل حتخش للحجاج بن يوسف تقول له انا عكرمة بن زيزن الزمخشري رسول فرطغن من طشغن طيب انا اقول لك بدون بروفا اقول لك قولها انا عكرمة ابني من طشغن عكرمة ده لا عنده ابو لا عنده عكرمة ساكت كده قلنا لك عكرمة ابن ذي يزن الزمخشري رسول فرطغن من طشغن انا عكرمة ابني زي يزن من طشغنت و طشغنت طشغنت يا اخي انت الطيش يا اخي لا يا اخي طشغنت لا 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 يا اخي اديني النص اديني النص هاي اديني النص انا اجيب لك ده النص هاي ده النص عندك جمله واحده تمشي تساهر فيها بالليل تحفظها وتجينا بكره الصباح عليك الله مطلوب مني حاجه ثانيه يا استاذ لا خلاص اتفضل يا مروه والاستاذ غلبته ولا حاجه يا اخي انت مالك يا اخي انت مالك معلش طيب ممكن تقول لي في نهاية أنا عكرمة ابن ذي يزن الزمخشري رسول فرطغن من طشغن داير شنو تاني يا أخي؟ أهدى يا أستاذ من وين أنت يا أخي؟ تفضل يا أخي لا إيزي 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 ده ال ده الحوار ده الحوار اللي هو مع ال مع الحجاج الحجاج أمم عندي ما عندي سيف في سيف ولا في الادوات يعني وانا بدي افهم ادواتي كلها لما انت تعال يا تعال تعال طلع الزول لبرا الاستوديو يعني يلا بكره تيجي الصباح ايزي 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 ايزي
الزمخشري 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 يعني. وطبعا ما اعرف ليه هم طبعا ليه بيقوموا يفتشوا الاسماء زي دي في المسلسلات زي دي يعني. اي والله لكن هذا ما سؤال. السؤال هو ليه التليب ده ما يقول الجمله دي براو؟ لا هو التليب طبعا لانه بيعرف انه ما الكلمه دي ما بده على اي واحد، بده طبعا للزول اللي هو المين اللي هو البطل اللي ممكن يقول لنا. اي صح انت صح. هو ليه ما يقول له؟ تفضل يا استاذ ده العصير بتاعك. عايز اي حاجه ثانيه؟ عباس بالمناسبه سؤالك كان ذكي جدا، انه ليه الاستاذ ما اشتغل على الدور بتاع او انت يا وقت دوبلير ليه؟ سؤال ذكي. ايوه ذكي جدا بالمناسبه. نعم. لانه انت حتمشي للحجاج والحجاج حيشيلك يضرب بيك الكاميرا. يضرب منك؟ اه؟ يضرب بي انا؟ لا ما يضرب بيك انت، لكن ما هي اصلا تخاف يعني، ما هو خشب لين، بعدين بس بتكون في شويه ردوخ كده وهنا ما بسيط، يومين ثلاثه كده الموضوع بينتهي. لكن ده الكلام ده ما في كتبته لي في العقد، ما وريته. ما مشكله، ما الشخصيه كده، انت مفترض تعمل اي حاجه في الشخصيه. ايوه تمام. بعد ذاك بعد ما الحجاج ده يضرب بيك هنا بتاع الخشب ده. كويس. اي يضرب بك الكرسي ولا يضرب بك الكنبه بتاع الخشب دي. كويس. حييجوا الحراس بتاعينه تمام. حيشيلوك جروب الحصان. يعني وبعدين الكلام ده كله الكلام ده كله ما قلت لي حيجروك بالحصان. ايوه ده مقدم من جزء من حقك. اي صح طبعا. هو من ناحيه بتاعه الزول يعني مفترض انه العمل بتاع الشخصيه ده تتطلب كل الحاجات اللي فيه موجوده فيه. يضربوك اي حاجه الموضوع عادي. يضربوك يضربوك الموج جوا المويه ولا يقتلوك ولا الطياره تقع بيك. ده كل واحد يا هو ده شغل طبعا. هو ده الدوبلير كده. ايوه عموما نظام الدوبلير انا بعرفه. ده المقدم بتاعك. لا من ناحيه بتاعت مقدم ده. اتفضل. ده ناحيه مقدم. ايوه اتفضل. عندك باقي تاخذه بعد ما تنتهي. لا انا اشوف اقول لك حاجه. نعم. اخذته. نعم. يعني انا من ناحيه بتاعت انه مثلا يعني بحترم العمل كاملا تمام، وبحب انه العمل ذاته اقوم بوجهه الكامل على اساس انه انا زول يعني داير اخش في عندي احساس بانه انا فني او فنان في الاطار الفني. طيب يا عباس تمام ده المقدم بتاعك. وبعدين انت لابس كده ليه؟ والله قلت اساعدكم كده على اساس انه لا ما تتعب نهايه يا عباس ما تتعب. الشخصيه دي عندها زي محدد، لما يجي زمن بتاع التصوير حنديك تلبسه. انا عكرمه ابن سيزر رسول. اوكي كويس معك اساس. انا عكرمة ابن سيزر رسول من ال لما جات لازم تطغينا على اساس انه تمشي تقدمها في الاستوديو. صحيح لا لكن الاستوديو قرب يا اخي، انا لازم اعملها سريع عشان الاستوديو أنا عكرمة ابن جهزا رسول من الشمخشري من مملكة قرطبة. يا سيد ده شنو يا سيد؟ ها؟ ده شنو؟ أنا لا ما شغال معنا الجماعة ده شغال معنا. أنا عكرمة شو؟ ها؟ في الشجر ده شنو؟ ها؟ ده شنو؟ ما بروفة ان احنا عندنا تسجيل في الاستوديو. بروفة شنو يا اخي؟ ما انا فنان في الاستوديو. يا سيد عندك بطاقة؟ ها؟ عندك بطاقة شخصية؟ بطاقة؟ عندك بطاقة شخصية معانا؟ لا ما عندي والله. ما عندك؟ ما عندي والله. قدامي يا اخي. لا عيني انت افهمني انا منتظرني في الاستوديو. ما عندي فعلا. انا فنان. يا سيد فنان. يا سيد يا أنا جيت. معلش آسفة يا أستاذة، أنا بالمناسبة أقول لك حاجة، طلعت بدري لكن شفتي الحفلة اللي راكب فيها. يا أخي اسمعني. دار يكون بنزين. لسه بقول لك خرني. اسمعني أنت ارجع من شارعك ده ارجع طوالي. ارجع. أنا أكرمة. أنت ما شغال. شالوك. مين شالني؟
شالوك وجابوا دوبلير غيرك رجع. لا 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 انا معاك لما نعفسر الدور بتاعي. بقول لك انت ما شغال في الشغل الشغالين جوا. انا جاي قابلة الحجاج. انا 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 اكرم من زي يا اسمعني يا عباس بقول لك ارجع 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 اسمع الكلام ارجع يا اخوانا. بس لا الليستك ضرب.